بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناة الإبداع للبرمجيات، أهلا بكم في فيديو جديد. والتعليم العالي تنفي إلغاء امتحانات الترم الثاني واستبدالها بأبحاث، وأنه ليس هناك صحة عن إلغاء الامتحانات حسب ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي التي تصدرت نتائج البحث. نفى الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة اليوم بأن كل ما يتردد حول إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الجامعات المصرية واستبداله بتقديم الطلاب لأبحاث، مؤكداً أنها مجرد إشاعات وليس لها أي أساس من الصحة. وقال الدكتور محمد الطيب في تصريحاته اليوم أن المجلس الأعلى للجامعات في انعقاد دائم لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والعملية التعليمية، موضحاً أن البيان الصادر عن المجلس أكد فيه أن إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 19/20 لن تكون قبل 30 مايو، وكان المجلس الأعلى للجامعات اتخذ عدد من القرارات الهامة والعاجلة في ضوء قرار تعليق الدراسة ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، وتمثلت قرارات مجلس الأعلى للجامعات كالتالي: 1- التأكيد على إنجاز خطة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس كورونا وتعقيم منشآت ومرافق الجامعات. 2- الاستمرار في تفعيل منظومة التعليم من بعد طوال فترة تعليق الدراسة. 3- يرحل التطبيق العملي للكليات العملية لما بعد استئناف الدراسة أو في الأجازة الصيفية بحسب ما تقرره كل جامعة. 4- التأكد على قرارات المجلس الأعلى للمستشفيات والذي انعقد في جلسته الطارئة بتاريخ 19/3/2020. 5- استمرار التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الدخول والاستخدام المجاني للمنصات التعليمية الإلكترونية. 6- إلغاء امتحانات الميد تيرم وضم درجاتها على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني حال استمرار تعطيل الدراسة. 7- تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على ألا تنعقد قبل السبت 30/5/2020 وفقا للجداول التي ستعلن من كل جامعة. وأخيرا، عدم احتساب مدة تعطيل الدراسة لطلاب الدراسات العليا. كل هذا ما وردنا من أخبار الآن، وبإذن الله سوف نوفيكم بكل ما هو جديد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.